هو أحد أبنائنا وتلاميذنا في المدرسة الابتدائية في الصف الرابع الابتدائي، عزيز علينا، يعاني من حالة إنسانية صعبة ومن حالة روحية. نسأل الله أن يكون قدم له فد إعانة لغرض إجراء العلاج وكل أهلنا وناسنا في محافظة نينوى وخيرين وقادرين إن شاء الله على أن يقدمون إعانة من كل الاتجاهات. حالة أوس حالة قد تكون فيها الكثير من المعاناة وكثير من الحاجة الملحة للرعاية الصحية. كثير مثل حالة أوس موجودة، لكن أنا على مستوى التربية صراحة مستعد أن أقدم كل التسهيلات وكل الإجراءات التي تعين أوس حبيبنا وتلميذنا البطل اللي أدى الامتحانات خلال هذه الفترة رغم الصعاب، لكن هو قادر إن شاء الله، وبالأيام القادمة إن شاء الله راح يكون في أفضل حال وراح يشفى إن شاء الله ونشوفه في الصفوف إن شاء الله العليا والمتقدمة. وأقول لأخي وزميلنا أحد كوادرنا التربوية ومدير المدرسة، إن شاء الله إحنا مساندين لك على مستوى المديرية العامة لتربية نينوى، وكل الجهود إن شاء الله والإمكانات المتوفرة لدينا إن شاء الله لم تدخر جهد فيها، وجميع الزملاء وأخوتك الكوادر التدريسية إن شاء الله راح يكونوا قريبين من عندك لمساندتك إن شاء الله. أتوجه إلى جميع السادة المسؤولين في محافظة نينوى وحتى على مستوى وزارة الموقرة وباقي السادة المسؤولين على مستوى الدولة أن تكون هنالك رعاية لأبنائنا التلاميذ خلال هذه الفترة، رعاية صحية للحالات المشابهة لابننا وتلميذنا أوس البطل. كان لنا يوم زيارة إلى السيد المدير العام الأستاذ عبد الرحمن الدباغ المحترم بخصوص مدير مدرسة كاني الشيرين المختلطة في منطقة فلفيل. بناء على أنا المشرف المتابع للمدرسة زرت المدرسة، بعد الزيارة تلقيت أن أحد التلاميذ كان مصاب بمرض جدا صعب، مرض السرطان، وكان التلميذ يؤدي امتحان في الصف الرابع ابتدائي. وبعد السؤال والاستفسار عن التلميذ تبين أن التلميذ ابن السيد المدير أستاذ يونس مدير المدرسة، فكانت حالة جدا صعبة، والتلميذ ما شاء الله من الشطار ومن الأوائل يعني الجيدين مجتهدين داخل المدرسة. فبعد السؤال والاستفسار منه التلميذ تبين أنه يتعالج لمدة 6 أشهر والمرض مستعصي جدا، فاستصحبته مدير المدرسة مع التلميذ أوس ابن السيد المدير إلى السيد المدير العام لتلقي المساعدة والحالة الإنسانية اللي تقدم من قبل السيد المدير، ونناشد جميع الأخوة التربويين والسيد المدير العام والسيد معالي الوزير المحترم السيد بخصوص مساعدة والد الطفل أستاذ يونس بخصوص إن شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل بإذن الكريم. الأستاذ وضع الحلوم مشرف تربوي. نشكر السيد المدير العام الأستاذ عبد الرحمن الدباغ على حسن الاستقبال والضيافة، ونشكره ما قصر ويانا وما شاء الله، وقام بالاتصال بمعالي الوزير واتصل بأكثر من جهة معينة، ونشكره جزيل الشكر والامتنان. وأستاذ عبد الرحمن الدباغ رجال غني عن التعريف، ويعني من الشخصيات التربوية المرموقة، وله حب تربوي يعني بين الكوادر التربوية، ونشكره جزيل الشكر. نسأل الله أن يبعد عنه وعن عوائله الكريمة كل مكروه إن شاء الله تعالى. و شنو الحاجات اللي تحتاجوها على مود يعني؟ والله ابني أوس مصاب سرطان الدم النخاعي الحاد، يعني خلال 6 أشهر من الجرعة الكيميائية لم يستجب للعلاج الكيميائي، والدكتور يعني قال نضطر زرع النخاع. عملية زرع النخاع عملية مكلفة باهظة، يعني بشغلة دفاتر يعني، وليس دفتر ولا دفترين، يعني بالدفاتر.
ونسأل الله يعني، ونطلب من معالي الوزير ونطلب من الجهات المعنية مساعدتنا أو من الطلاب المتميزين على مستوى الدراسة يعني من الأوائل على المدرسة، ويعني نطلب من الجهات المعنية ذات العلاقة ومساعدتنا قدر الإمكان يعني بإخراج الإجراء العملية الجراحية. وعندي بنت أصغر منه معوقة عندها تلف بالدماغ، حاليا راقدة بالبيت. يعني الحمد لله والشكر رب العالمين، كانت بالنهاية مشيئة رب العالمين، الحمد لله والشكر. الأستاذ يونس الصالح مدير مدرسة كاني شيرين. تجيني دائما زورني، تجيني المكتب وانا راح اجي ازورك. زين حياك الله وياك، شكرا الله يحفظك. الله يحفظك، جزاك الله خير ان شاء الله، بارك في عمرك ان شاء الله. عبد الرحمن جزاك الله خير، ممنون الاستاذ الله عليك ما تقصر، احسن ليك ان شاء الله، احسن وضع ان شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله استاذ الكريم، الله يرضى عليك ويبارك فيك. تلفوني يمك ان شاء الله. عزك ان شاء الله تعالى ان شاء الله. تحتاجون بالتوفيق ان شاء الله، الله يبارك فيك.